شيخ ما راح اروح اسمه ما بيستاهل اقول اسمه، ولكن بعتب على دار الفتوى بشكل كتير كبير لانه ضعف كتير قدام. هو مسؤول دار الفتوى، هو امام جامع، مع العلم انه هو مش من بيروت، امام واحد اهم جوامع بيروت. هيدا صار له بيسالنا بالشخصي بكلمات بستحي انا اقولها سنتين، قد ما بدك كذب ونفاق. هلا هو اوكي بحترم رايه انه هو اليوم بيستفيد من سرايا المقاومه، بحترم هيدا الشيء. هل عندك خطاب يندد بسلاح تبع الميليشيات تبع الحزب؟ واحد. وقت نفس الشيخ قال انه سعد الحريري مثل امير المؤمنين، مين المتهم بقتل؟ انا ما عم بتهم، عم اقول مين المتهم. تيار المستقبل مين اتهم بقتل رفيق الحريري وراع المحكمة؟ عظيم، تيار المستقبل تعمل محكمة دولية صحيح وتيار المستقبل. طيب اذا الشيخ حسن مرعي هو يدعي انه تيار المستقبل ويدعي انه هو الرئيس سعد الحريري وقت وصله لهالمرتبة، طيب ولا كلمة بس نحن